أنا تشرفت اليوم باستضافة معالي الأخ عادل جبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية. بداية كان اللقاء في إطار الاجتماع الوزاري العربي اللي تم من أجل مناقشة كيف ننسق عملنا وجهدنا المشترك للتصدي للقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والتنسيق جهودنا من أجل الحفاظ على القدس وحماية القدس وبالتالي إسناد الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والقدس الشرقية 67 4 حزيران عاصمة إلها. وأيضا زيارة معالي وفرت فرصة للحديث في علاقاتنا الثنائية وتحدثنا الآن حول السبل التي نقوي هذه العلاقة الأخوية التاريخية الراسخة التي يحرص صاحب الجلالة جلالة الملك عبد الله الثاني الحسين وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين على إدامتها وتقويتها في كل الصعد. اجتماعنا اليوم كان ليؤكد على متانة هذه العلاقة الأخوية تنفيذا لتعليمات القيادة بأن نستمر في التنسيق والعمل معا في معالجة القضايا الإقليمية انطلاق من موقفنا الواحد والثابت في حماية الحقوق العربية وأيضا للبناء على علاقة الخوة والمحبة والود التي تجمع المملكتين وكيف نجد آفاق أوسع للتعاون اقتصاديا تجاريا إلى غير ذلك. فمع الأخ ميت أهلا وسهلا فيك شرفنا وأخ عزيز وكل الشكر. شكرا معالي الوزير. أنا سعيد جدا أن أجتمع مرة ثانية مع زميلي وأخي معالي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية. وكما ذكر معالي كان الاجتماع الموسع فيما يتعلق بالقدس كان اجتماع بناء جدا واستطعنا أن نخرج ببعض باقتراحات مهمة فيما يتعلق بالعمل المشترك للتصدي لهذا القرار الأمريكي ولدعم الموقف الفلسطيني والموقف العربي والموقف الإسلامي فيما يتعلق بالقدس وفيما يتعلق بما نتطلع إليه كحل للنزاع العربي الإسرائيلي وهو على أساس المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية وينتهي في إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية. هذا موقفنا موقف ثابت لن يتغير وهذا موقف صار عليه إجماع في من قبل المجتمع الدولي ومن قبل القرارات الشرعية الدولية. وكما ذكر معالي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية أتيحت لنا فرصة أن نجتمع بعد الاجتماع الموسع لنتباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وهناك كما ذكر معالي تعاون قوي جداً في سواء في الوضع في سوريا أو في التصدي لتدخلات إيران في شؤون المنطقة أو في اليمن أو في محاولة إيجاد حل للأزمة في ليبيا. وطبعا في مقدمة هذه التحديات أيضا كيف نعمل في دعم الأشقاء الفلسطينيين وكيف نعمل للتصدي لقرار الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل. ف العلاقات كما ذكر أخي وزميلي معالي الوزير علاقات تاريخية استراتيجية متينة مبنية على مصالح مشتركة مبنية على تواصل جغرافي مبنية على تواصل أسري وهي ونحن نسعى كل الطرفين في العمل لتعزيزها وتكثيفها في كافة المجالات. ومرة ثانية أشكر أخي على حسن الاستقبال. رمل الأنباء قمر الحقيقة.